لوجو جديد كاب راديو يعني قد تغير يعني في المرحله الثالثه ديال اذاعه كاب راديو زائد حتى الاستوديو يعني كاين تغيير باش غادي يكونوا الكاميرات وكما تشوفوا باقي كاين الاصلاحات ديالنا باش غيتغير الاستوديو وصحوا فيه الكاميرات باش يبقى ايضا بث مباشر في الفيسبوك وفي الباج ديال الويب. ممكن نشرح لكم عبد الحي يعني اللوجيسيال اللي كنخدموا به في الراديو اللوجيسيال سميتو ويل ميديا دونك لا فيرسيون 2.16 كنبدا من 2.1 من شحال هادي ديال الشط ولا هذه هي طابل ميساج الاستوديو النهائي ديال البث هنايا بغينا نقولوا هنا كل شيء هذا هو هذا هي لا غادي دونك البرامج فاش كيوجدوا الماده فاش كتوجد كتدخل لوجيسيال ويل ميديا وكيتم الترتيب ديالها حسب البرمجه اللي كيعطيها لنا السيد رئيس التحرير اللي هو سفيان بولعيد كنحترموا داك الترتيب وداك لا غري ديال البروغرام اللي شبكه البرامج اللي عندنا دقيقه وبغيت نقول حتى نفيريفيو الكاليتي ديال الصوت باش الصحفي ولا المنشط ما غلطش والكاليتي طالعه مزيان وكنفيريفيو بان الوقت ديالها فاش غدوز هي هذيك باش كنشوفوا على حساب البرمجه ديال لي بوبليسيتي والاشهارات اللي عندنا التزامات مع الشركات ولا لي زانونسور ديالنا دونك هنا فاش كتدخل لوين ميديا صافي كنتم لاحظتوا بان كلشي اوتوماتيزي دابا الاغاني دايزين لي جينغال لي برومو ديال البرامج ولا الاشهار كلشي مبروغرامي من قبل زعما يعني ولا البيت التقني ديالنا اللي يتم فيه ارسال الصوت للديفيزيون فينال واللي هي اللي كتحول لي زونتين ديالنا في المغرب كامل باش الناس كتلتقطهم عبر الترددات اللي كاينين بيان سور دونك نبغي نشوف فقط لهاد الاله ديال الباساج اللي دايز دابا لونتين كيدوز معطل ب 20 ثانيه تقريبا على برا علاش ربما علاش شي خطا ماشي خطا مي شي مكالمه ما خصهاش مفاجاه شي حاجه فوالا كتكون واحد 20 سكوند عندنا ربما نديرو قصه حنا مختارين 20 سكوند جو بونس كو سي سوفيزون باش كنبدا في الموقف كنوقعو مفاجآت مفاجآت احيانا شي حد كيعيط يبغي يضرب في شي اذاعه مفاجآت مزيان الحمد لله الحمد لله يعني الهاكا ما كتحسبش انها كتستقبل المكالمه في اي لحظه ممكن اللي كيتصل بك يقول لك شي كلمه فالهاكا ما كتحسبكش على ديك الكلمه اللي كيقول ولا ايضا الضيف ملي كتستضيف معك ضيف في الاستوديو انا الضيف ممكن يقول شي حاجه فهي ما كتحاسبكش على ديك الرده ديال الفعل على القول ديال الضيف ولا القول ديال اللي جات المكالمه كتحاسبك على رده الفعل ديالك على ديك الكلمه واش انت يعني وافقتي عليها واش سكتتي تما اللي كتعاقب يعني يعني الصحفي اللي كيكون كيواجه يعني المكالمه ولا كيواجه الضيف هو اللي كتحاسبه باش كيوصلنا واحد المنتوج اللي حنايا ديجا مزيان في التخي ما كنوصلش نسمعوا حدا والدينا شي حاجه اللي هي غلط ولا كما قلتوا شي شركه كضرب اخرى ولا الاعلان تبارك الله عليكم. بالنسبه للبرامج ديال الجهه كجهه يعني كنشوفوا بان كاب راديو ما عندناش شي برامج اللي مختصه بالجهه مثلا نهار مدينه العرائس كتكون فيها بعض الانشطه وبعض الملتقيات ربما ما كتحضرش ولا مدينه القصار ولا مدينه بعض المدن وزان يعني انتم كجهه ربما خص واحد برنامج مثلا يكون كيعرف كاين برنامج بانوراما يعني كاين بعض البرامج اللي كيهتموا بالانشطه الجهويه يعني ولكن ما يمكنش انك تغطي جميع خصوصا يعني يعني اللي كيقوم بالنشاط يعني خصو يكون عنده تواصل تو مع الاذاعه ما تنتظرش فقط انت عملتي واحد النشاط في العرائش باش غيوصلنا حنا كاين نشاط في العرائش يعني خصو يكون ديك التواصل كتكون دعوه يعني كتصيفط بان راه هذا البرنامج ديالنا هذيك الساعه حنا طلب تغطيه مثلا باش كتقوم حنا غنصيفطوا المراسل باش يقوم بالتغطيه بحكم الافتقار ديالنا لبعض البرامج السياسيه اللي كتوصل الرساله السياسيه للشعب وكتوعيه واش الاذاعه ديال كاب راديو عندها برامج سياسيه وشنو هما البرامج السياسيه اللي كتبثهم على القناه ديالها كتوصل من خلالهم الرساله السياسيه للشعب كاين برنامج مع الخبر يعني حنا كنهتموا يعني بما هو اخباري اكثر بما هو سياسي بمعنى كنحاولوا اننا نوصلوا يعني للمواطن
والمستمع يعني الخبر كما هو يعني ما يعني ما نقدروش حنا ندخلوا في الخبر من هذه الجهه ولا من هذه الجهه الا في الفتره ديال الانتخابات كيكون عندنا برنامج سياسي اللي كنستضيفوا فيه جميع الاحزاب السياسيه اللي كيتكلموا على المواقف ديالهم. اما عموما يعني اذاعه كاب راديو كتهتم بكل ما هو اخباري يعني البرامج اللي يكون ذو طابع اخباري كتهتم ان تحليلين تدخلوا في مواضيع وكذا تقدر تميل لهنايا وكتميل هذه 11-12 دابا هي كونجي صوفيا السعيدي فهذا كيكون دائما من 11-12 كاين برنامج الشمس. استقلالية الإذاعة هي إذاعة يعني هذا سؤال يعني مهم هي إذاعة خاصة حول ما يمشي ربما الإجابة السياسية راه عطاتك الإجابة نقول لكم حول ما يمشي ولكن حنا تبعنا أنا نقول لكم واحد الحاجة مثلا إذاعة كاب راديو في النظر ديالكم إذا قلت لكم هي تابعة لأي حزب شنو حزب ممكن تقول لي تابع مثلا التوجه ديال الحزب يعني هي كتميل واحد الحزب لاي حزب اخر شكون ممكن يقول لي مين كتميل اصلا مثلا اصلا ماشي مثلا بغيت تسمع اصلا لا لا مزيان مزيان هادشي علاش بغيت يطرح عليك السؤال الناس بطبيعه الحال اذا منذ في السعوديه ما كنشوفوش انك تحيز هذا هو السؤال يعني دابا حنايا كيتمال علينا بان حنايا كنصلوا معصره هكا صيفطتنا انذار هذا يعني نعطيها لكم يعني سكوب لكم صيفطتنا انذار قالت لنا بان 94% ديال التدخلات اللي كتدخل عندكم في الاذاعه ديال العداله والتنميه وديال الاحزاب ديال في الحكومه يعني العكس هو الصحيح يعني 7% ديال المعارضه يعني انتم كيقول لك ما كتحترموش التعدديه يعني في يعني كل سنه كيصيفطوا يعني انتم كتصادفوا الناس ديال اللي في الحكومه الناس اللي في يعني في يعني العداله والتنميه الحزب الاحرار يعني جميع الاحزاب في الحكومه والاحزاب ديال المعارضه بالرغم ان الاشاعه اللي كتقلنا بان لا راه حنايا العكس هو الصحيح يعني كاين بعض الاشخاص يعني عندهم اغراض يجعلوا يصنفوا الاذاعه يعني في واحد الجانب ولكن ملي كنجيو للواقع يعني مثلا اللي كنتكلموا مثلا للرموز ديال البرامج ديال رمضان هي دائما كفراديو يعني كتكون في رمضان حسب نسبه الاستماع يعني كتكون دائما في المراتب الاولى في رمضان خصوصا في رمضان لان كتهتم ببرمجه دينيه اكثر حتى بالنسبه للموسيقى كتكون هي الاذاعه الوحيده اللي كتعمل موسيقى يعني دينيه طوال النهار حتى المر اذان المغرب يعني غتكون يعني بزاف ديال البرامج ان عندنا هذا العام هذا يعني عندنا شراكات مع مجموعه من الاذاعات في الاردن في تونس في اليمن في مصر يعني تبادل ديال البرامج يعني كنت حضرت واحد المؤتمر كنت حضرته في الرياض وكنا عملنا شراكه لان حنا كنعطيو لهم هما كينفتحوا للثقافه المغربيه يعني كنعطيو لهم البرامج ديالنا وهما كيعطيونا البرامج ديالهم يعني غادي تكون مجموعه من البرامج ان شاء الله بالنسبه لتمويل الاذاعه يعني معروفه الشركات المستشيره اللي كتعطي اشهار يعني كبير كوطا كتجبر بزاف ديال الاذاعات وهذا هو اللي جعل ان الهكا ما تعطيش الرخصه للجيل الثالث للاذاعات يعني الجيل الاول وجا الجيل الثاني وقف لان هذا الاشهار اللي كاين ما قدرش يعيش هذه الاذاعات عاد كنزيو نروح حنايا نعطيو يعني الجيل الثالث ديال الاذاعه غادي يوقع يعني مشاكل. وشحال عدد الموظفين ديال الاذاعه؟ عدد الموظفين حوالي 30 موظف يعني بين الصحفيين والمنشطين والتقنيين. لا انا كاين اللي كاين فقط مراسلين يعني على برا كاين فقط لا ما سالاريال كاين توازن بين الاشهار والموظفين يعني باش يتخلصوا من الاستمراريه خصنا يكون واحد اللي كيلعب نقول واش كتخلص من شي لا لا نورمالمون كتكون واحد طبيعه الحال يعني المجال ديال الاعلام يعني شويه كاين اكراهات وكاين شويه صعوبات يعني مساله ماشي سهله يعني تقدر تقولنا بان الجانب المادي ولا التمويل اللي كتجبروه فقط من الاشهارات يشكل واحد العقبه في الاستمراريه ديال الاذاعات الخاصه اون جينيرال ماشي اذاعات كاب راديو كاين لوبي كاين لوبي ديال الاشهارات يعني هي مساله ديال الاشهار معقده بزاف في المغرب واش كتعتمد على النسب ديال الاستماع انا كنجبروا بان اذاعات نسب الاستماع ديالهم طايحه وما اعلى في الاشهار يعني ممكن تفهمها يعني بزاف هاد المساله ديال الاشهار شويه غامضه.